وصلتني في هذه الايام في ايام هذه الحلقات وصلتني اسئله بشكل مباشر بالوسائط من شباب سني يقولون اننا اقتنعنا بالذي تقوله ولكنك في الوقت نفسه أبطلت دين الشيعة فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نحن اقتنعنا بالذي بينته من فساد دين السنة لكنك في الوقت نفسه وقبل ذلك ابطلت دين الشيعه فماذا نصنع؟ اقولها اقولها لهم ولكل طالب حقيقه انني حين اقول لكم لا اطلب منكم ان تصدقوني وحق الحسين وحق الحسين إنني أتحدث بصدق هذا ما هو كلام للإعلام وهذا ما هو كلام لخداعكم أنا لا أطالبكم ولا أطالب أي أحد أن يصدقني لست بحاجة إلى ذلك. لا أطالبكم أن تصدقوني. قطعاً الذي لا يطالب الناس أن يصدقوا هو لا يريد منهم أن يتبعوه، لا أطالبكم أن تتبعوني. وإنني أرفض رفضاً قاطعاً أن يصنع مني عجل بشري أو صنم بشري يريد بعض الناس أن يفعلوا ذلك تلك مشكلتهم فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجحيم أكانوا من الشيعة أكانوا من السنة أم كانوا من أفراد عائلتي فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجحيم أنا أنقل لكم الحقائق وأقول لكم احترموا عقولكم ولا تصدقوا الأكاذيب التي ستسمعونها من عمائمكم يا شباب السنة عني أو من أحزابكم أو من سياسيكم لا شأن لكم بي أكنت عميلا للمخابرات الدولية أم كنت عميلا لإيران أم كنت عميلا للسعودية أم كنت عميلا للماسونية أم 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 هذا شأني وهذه مشكلتي عودوا إلى الحقائق وعودوا إلى مصادركم وتفحصوا الأمر بأنفسكم ولا تعودوا إلى رجال الدين لن يفسحوا لكم مجالا سيحاربونكم انني اخاطب طلاب الحقيقه من شباب السنه واقول لهم قفوا على الامر بانفسكم ولا تستعينوا باي احد من الشيعه حتى تتاكدوا بانفسكم حتى تصلوا الى الحقيقه بانفسكم لانكم اذا وصلتم اليها بمعونه شخص اخر بامكان شخص ثالث ان يخرجكم من المسار الصحيح هذا الامر هكذا علمنا ائمتنا العتره الطاهره لا اتحدث عن ائمه الشيعه الطوسيين انهم صنعوا لهم ائمه لهم هم غير ائمه العتره الأسماء متشابهة الحقائق مختلفة مثلما يقول السنة من أن نبيهم محمد لكن محمدا الذي صنعوه في كتبهم في صحيح البخاري وغيره يشابه محمد العترة بالاسم فقط في الحقيقة هناك تناقض كامل بين المحمدين والامر هو هو بالنسبه للشيعه الطوسيين اسماء الائمه تتشابه مع اسماء ائمه دين العتره لكن الحقائق تتناقض بالكامل الحكايه هي الحكايه ابحثوا عن دينكم بانفسكم أئمتنا هكذا يقولون لنا من دخل في هذا الأمر في دين العترة الطاهرة من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال ولذلك أقول لكم لا تصدقوني لا تجعلوني سببا لدخولكم في دين محمد في دين العتره الطاهره الذي لا هو بدين السنه ولا بدين الشيعه لا تجعلوني سببا مثلما ادخلتكم ياتي رجل اخر يخرجكم من دخل في هذا الامر بالرجال اخرجه منه الرجال ومن دخل في هذا الامر بالكتاب والسنه بالكتاب والمعرفه بالكتاب والسنه السنه الحقيقيه انها سنه محمد وال محمد من دخل في دين العتره بالكتاب والسنه زالت الجبال ولا يزول زالت الجبال ولا يزول وهذا هو الذي فعلته انا انني ما دخلت في دين العتره بالرجال فلا اعبأ بالرجال. انما دخلت في دين العترة بالكتاب والسنة. بحثت في كل المكتبة الشيعية وبحثت في كل المكتبة السنية حتى عرفت الحقيقة كاملة واتضحت الصورة عندي جلية. ليس هناك من دين لمحمد صلى الله عليه واله الا في عترته الطاهره المطهره. فمن دخل في هذا الدين في دين العتره بالرجال اخرجه منه الرجال. ومن دخل بالكتاب والسنه زالت الجبال ولا يزول. ولذا اقول لكم انها لنصيحه ذهبيه احترموا عقولكم واعتمدوا على انفسكم ولا تستعينوا باي شيعي يمكنكم ان تعودوا الى برامجي لا لانها برامجي لانها كتب متلفزه هناك الاف من الساعات تتشكل منها موسوعه من الكتب المتلفزه موسوعه كبيره جدا جدا بامكانكم ان تعودوا الى تلك البرامج على سبيل النصيحه والتوجيه اذا اردتم ان تبداوا بمراجعه هذه البرامج عليكم ان تستمروا إذا تعاملتم معها بشكل متقطع لن تنتفعوا منها وعليكم أن تكملوا البرنامج كاملاً. ليس ضرورياً أن تحفظوا كل المعلومات، هذه كتب متلفزة فيها الكثير من المعلومات التي قد لا تكون ضرورية بالنسبة لكم وإنما حاولوا ان تسجلوا ملاحظات موجزه بخصوص كل حلقه تتابعونها حتى لو سجلتم ملاحظه واحده او ملاحظتين من كل حلقه وهذا يكفيكم لان البرامج طويله ولان الحلقات كثيره لو سالتموني من اين نبدا اقول لكم ابداوا من برنامج الامان الامان يا صاحب الزمان هذا البرنامج سيعرفكم بتاريخ امام زمانكم عليكم ان تعرفوا تاريخه قبل ان تعرف مقاماته هذا البرنامج يعرفكم بتأريخه وشؤونه برنامج طويل الامان الامان يا صاحب الزمان اذا ما اكملتم اذا ما اكملتم اذا كنتم قادرين على ان تتابعوا برنامج الخاتمه من اوله هو برنامج طويل نحن اليوم في الحلقة أربعمية واثنين وأربعين برنامج طويل جدا إذا كنتم قادرين على متابعة هذا البرنامج إنه موسوعة معرفية عقائدية مهمة جدا مهمة جدا تغير حياتكم لكنكم إذا لم تكونوا قادرين على متابعة هذا البرنامج بطوله فاذهبوا إلى مجموعة حلقات اعرف امامك لن تجدوا عقيدة دين العترة في أي كتاب او في أي برنامج تلفزيوني كما عرض وبين وشرح وفصل في هذه الحلقات مجموعه حلقات اعرف امامك من برنامج الخاتمه واذا اردتم ان تزدادوا معرفه ونورا في حقائق دين العتره الطاهره فاذهبوا الى مجموعه حلقات هذا هو الحسين وهناك الكثير من البرامج لكنني ذكرت لكم هذه العناوين مفتاحا بوابه اعتمدوا على انفسكم المطالب التي لا تعرفونها لا تعبأ بها كلامي الذي ليس واضحا القوا به في المزبله ليس مهما خذوا المعاني الواضحه الصريحه المعاني التي ربما اسأت التعبير فيها لم اكن موفقا في عرضها بشكل واضح وصريح المعاني التي ربما اخطات فيها في بيانها وشخصتم الخطا والاشتباه القوا بها في المزبله ليس مهما لا تقدسوا احدا لا تقدس برنامجا ولا تقدس كلاما قدسوا محمدا وآل محمد فقط هذا هو دين محمد أولو الأمر هؤلاء ولا يوجد شخص آخر القربى هؤلاء الذين مدحوا وما ذموا والله لقد أنصفتكم وقد أنصفت نفسي قبل أن أنصفكم انصفتكم وانصفت الحقيقه العلميه وانصفت البيان الديني وانصفت الوظيفه الاعلاميه لقد انصفتكم وهذا الذي استطيع ان افعله يا شباب السنه في الجامعات وحتى في المساجد وفي كل مكان انا على علم من ان الكثير منكم يتابعون برامجي لانني انتقد دين الشيعه ولانني اكشف عن الكثير من الحقائق التي لا يكشفها احد عن واقع الحياه السياسيه وعن واقع ما يجري في العالم في برامجي. أنا صادق معكم ولا أريد شيئا منكم. عرضت الحقائق بين أيديكم. الأمر راجع إليكم وأنا أقولها لكم من أن علماء السنة ومن أن سياسيي السنة سيبدؤون بإثارة التهم والاباطيل والاقاويل حولي ولا ابالي فإن ابناء جلدتي يفعلون هذا معي ولا ابالي الحياة ايام ايام وتنتهي وبالنسبة لي فقد اكلت اكثر عمري وما بقي في الكأس من عمري إلا ثُمالة، ثُمالة وثُمالة قليلة. الأيام تنقضي، لكن الحقائق لا تنقضي. والأكاذيب مهما طال الزمان بها، سيأتي اليوم الذي يكون حبلها قصيراً منقطعاً، ستأتي الحقيقة بشفرتها الحادة كي تقطع حبل الأكاذيب هذه هي الدنيا وحينما سنموت سننسى لكننا بعد الموت هناك سنُذكر ونُسأل سننسى هنا لكننا بعد الموت سنُذكر هناك وسنُسأل أنتم تحبون محمدا الذي يريد الله منكم ان تحبوه ونحن كذلك نحن نحب محمدا الذي يريد الله منا ان نحبه لكننا خدعنا احببنا محمدا غير الذي يريده الله احببنا محمدا الذي اصطنعه لنا المراجع الطوسيون اللعناء في حوزه النجف وكربلاء وانتم كذلك احببتم محمدا اخر فابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تكونوا على دينه وأن تتمسكوا بولايته وأن تتبرأوا من أعدائه ابحثوا عن محمد الله واهجروا محمد البخاري ومحمد أئمة المذاهب العباسية غادروا محمد النجف وكربلاء، انني اتحدث عن الحوزه الطوسيه اللعينه، لا اتحدث عن ارض النجف وارض كربلاء التي هي ارض محمد وال محمد. ولا اتحدث عن عوام الشيعه البسطاء الذين هم ضحيه مضحوك عليهم. ابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم ان تحبوه وان تتمسكوا بدينه وضعت الحقائق بين ايديكم اتمنى لكم التوفيق نلتقي ان شاء الله تعالى في لقاءات اخرى ان سنحت الفرصه كي احدثكم عن الاكاذيب التي كذبت عليكم نذهب الى فاصل يمانيون نحن يمانيون يمانيون نحن والغرام علوي مهدويون نحن مهدويون مهدويون نحن والعشق كربلاء زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي